يا عيد يا هدية لمضنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. العيد فرحة وكذا، ولكن مع الوضع نتاع الأمة الإسلامية ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولكن فئتان في هذه الأمة سيحاسبهم الله حسابا عسيرا كبيرا، لأنهما بيدهم توحيد هذه الأمة، أن تفرح في أعيادها مع بعضها، أن تصوم مع بعضها، وهم العلماء والحكام. ولهذا الإمام الإبراهيمي عنده كلمة يقول: هذه الأمة أذلها حكامها وأضلها علماؤها، فعلينا أن نعقد العزم على أن نتوحد لكي نوري أنفسنا أننا أمة واحدة حقيقة، وليس لهذا المفهوم في العالم وجود إلا في الإسلام. هذا ما يقوله عالم سويسري اللي هو مارسيل بوازار في كتابه إنسانية الإسلام، يقول إن مفهوم الأمة في الإسلام لا وجود له في أي ثقافة وفي أي فكر آخر، لأن الأمة مبنية على العرق أو على اللغة أو على اللون أو على الأرض، بينما الفكرة في الإسلام مبنية على الفكرة، مبدأ إن هذه أمة إيمان. في معركة بدر تقابل أبو بكر الصديق مع المؤمنين، وابن عبد الرحمن كان في صف المشركين، ما هي لا عرقية ولا لون ولا لسان، ولا كاين مبدأ عقيدة. ربي إن شاء الله يثبتنا، وإن يعلم الله في قلوبنا خيرا يؤتنا خيرا. يا عيد يا هدية لمضنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.